يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه لا يؤخذ تصحيح الأحاديث إلا من أهل الاختصاص وهم أهل الحديث، فهل هم أناس معروفون في هذا العصر حتى نأخذ منهم؟ والله ما نعرف أحد في هذا العصر، لكن أهل الحديث هم الذين درسوا الرواية والرجال، درسوا الرواية والرجال وعرفوهم وعرفوا الأسانيد، هؤلاء هم أهل الحديث. أما مجرد أنك تنقل من الكتب تيجي وتنقل قالوا فلان وقالوا فلان، ما هو محدث، هذا معناه ناقل فقط. نعم، وقد ينقل خطأ، كثر هذا، كثر ما ينقلون خطأ. نعم، فالناقل لا يعد محدثا، يعد ناقلا وقد يخطئ كثيرا. نعم.